انتهت قصة حياتك أيها الإنسان. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فلان فلان هو من هو؟ صاحب السلطان، صاحب الملك، صاحب الجاه، صاحب الوجاهة، صاحب القلم، صاحب الفكر، صاحب الأدب، صاحب العلم، صاحب القوة، صاحب العافية، صار الآن محمولا على الأعناق. نعم، إلى أين؟ إلى القبر، إلى القبر. الجنازة الآن ترفع على الأعناق. عش هذا المشهد بقلبك وكيانك. هل تتصور أن الجنازة وهي محمولة على الأعناق أو بمجرد أن يرفعها الرجال على أعناقهم تتكلم؟ ماذا تقول؟ الجنازة تتكلم؟ نعم. روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ قال الصادق: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. يا الله، حدث تاني، عش معي بقلبك وكيانك. جنازة بمجرد ما تحمل على الأعناق بتتكلم، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. بتقول إيه؟ إن كان هذا الرجل من الصالحين يقول: هيا أسرعوا لا تؤخروني، تعجلوا، قدموني قدموني، لأنه عاين عاين مقعده في الجنة، عاين ما هيأه وأعده الله جل وعلا له من النعيم. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها؟ من رحمة الله بنا أن حجب عنا صوت أصحاب الجنائز. تصور لو أن الله عز وجل خلى بيننا وبين سماع صوت كل صاحب جنازة، والله العظيم لن تستقيم الحياة. هل تعلم أن الكون كله يسبح؟ لكن من حلم الله بنا ورحمته بنا وبضعفنا حجب عنا تسبيح الكون من حولنا. قال الله سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليه؟ قال سبحانه: إنه كان حليما غفورا. يا الله، حليما. ليه كان حليما بكم جل جلاله؟ إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم، وإلا فلو خلي بيننا وبين سماع تسبيح الكائنات من حولنا لطاشت ورب الكعبة عقولنا. تصور لو أن الله أسمعك صوت الثوب الذي تلبسه، تصور لو أن الله أسمعك صوت تسبيح الثوب الذي تلبسه، أو صوت تسبيح الطعام الذي تأكله، أو صوت تسبيح البيت الذي تسكن فيه، والله لطاش عقلك.
لذا يقول ربنا إنه كان حليما، إنه كان حليما أي كان حليما بكم ولا زال جل وعلا، إذ حجب عنكم تسبيح الكائنات والكون من حولكم ولو خلي بينكم وبين سماع تسبيح الكون لطاشت عقولكم وما استقامت حياتكم. غفورا، إنه كان حليما غفورا، غفورا لكم إذ أن الكون كله لا يغفل عن ذكره وتسبيحه وأنتم طالت غفلتكم وكثر انحرافكم وطال بعدكم عن ربكم سبحانه وتعالى، إنه كان حليما غفورا. تدبر معي حديث رسول الله، إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. وصلت الجنازة إلى القبر، إلى بيت الغربة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الضيق، إلى بيت التراب والدود. فلان صاحب الجاه والوجاهة والسلطان سيلقى في هذه الحفرة على هذا التراب، لن توضع له الفرش الحريرية؟ لا. في هذا المكان الضيق؟ نعم. رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا العمل مع رحمة الحي الذي لا يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس، يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. اوعى تنسى الحديث ده الآن، هقوله لك تاني وأنت يا أختاه، يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع الأهل ويقسم المال، لا يأخذ ماله معه، يقسم المال على الورثة، ويبقى له عمله الذي قدمه بيده في هذه الحياة الدنيا. لا يستطيع أحد من أهلك وإن بكى طوال الليل والنهار في الليلة التي مت فيها أو في النهار الذي قبضت فيه، لا يستطيع أحد من أهلك أن يبيت معك في قبرك ليلة واحدة أبدا أبدا، لا يمكن. والمال يقسم على الورثة بمجرد عودتهم من المقبرة، لن ينفعك إلا ما قدمت يداك في هذه الحياة الدنيا. قيل لحاتم الأصم، يا حاتم بما حققت التوكل على الله؟ قال بأربعة أشياء، علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. يا الله، كلمات تكتب بماء العيون، تكتب بماء العيون، تكتب بالنور لا بماء الذهب. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. عملك ما قدمته يداك في دنياك
في دنياك، والله لن ينفعك إلا هذا العمل. يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. فاغرس لنفسك الآن، وازرع لنفسك الآن ليوم تحتاج فيه إلى تسبيحة واحدة، تهليلة واحدة، تكبيرة واحدة، ركعة واحدة في ظلام الليل بين يدي الله تبارك وتعالى. كنت في زيارة لإخواني في أمريكا، فقالوا لي إن فلانا من إخواننا لا يساهم معنا بأي مبلغ من المال في مشروعاتنا الخيرية، ولا يحضر معنا إلى الصلوات، مع أن الله قد وسع عليه بهذه التجارة بالقرب من هذا المركز الإسلامي. فهل لا ذهبت إليه لتذكره بالله، لتذكره بالموت، لتذكره بالقبر، لتذكره بالآخرة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه القبول؟ فذهبت مع بعض إخواني إليه، فذكرت الرجل بالله فلم يتذكر، وقرأت عليه القرآن فلم يتأثر، وذكرت الرجل بحديث رسول الله فلم يتحرك قلبه لشيء. ثم قال لي ما تتعبش نفسك يا شيخ. قلت جزاك الله خيرا، أرحتني. فلما رأى الحزن والألم ظهر على وجهي كأنه أراد ألا يخرجني خالي الوفاض، فقال يا شيخ محمد انتظر. قلت خيرا، أسأل الله أن يشرح صدرك الحق. قال أنا أود أن أطمئنك، إذا عدت إلى بلدي، إلى دولته، لأبنين لله مسجدا ولأتفرغن للطاعة وللعبادة، ما تزعلش. قلت أعطني ورقة وقلم. قال ليه ما تخافش، ورقة قلم أكتب. قال ماذا أكتب؟ قلت أود أن نكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت، حتى لا يأتيك ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك وبنيت المسجد وتبت إلى الله وتفرغت للطاعة والعبادة. فضحك وفطن إلى ما أريد، فنظر إلي وقال والله يا شيخ أنا ما أتيت هنا إلا لجمع الدولار. ثم قال بأنه لو شعر بحالة صداع في رأسه يقول لي أخرج الورقة، ورقة الدولار من فئة المئة. قال وأضع الورقة على رأسي فيطير الصداع في الحال. قلت أنت عبد للدولار، أنت عبد للدولار. وصدق النبي المختار إذ يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. نعم هناك من يعبد الدرهم والدينار بالفعل، هناك من يعبد الدولار بالفعل. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إلهه الذي يعبده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله لن ينفعك إلا ما قدمت يداك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإنما له ما قدم ومال ورثته ما أخر. مالك الحقيقي هو ما بذلت بيدك في حياتك وفي دنياك، فلا تبخل على نفسك أنت. أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق الله عليك، أهلك يرجعون. ومالك الذي شغلك عن ذكر الله، وشغلك عن طاعة الله، وشغلك عن الصلاة، وشغلك عن عمل الآخرة، بل وربما يكون فلان قد جمع من الحرام ولم يتق الله سبحانه وتعالى في أكل الحلال وفي أن يطعم أهله وأولاده الحلال الطيب، هذا المال سيسأل عنه من أين اكتسب وفيما أنفق بين يدي الله تبارك وتعالى، ويترك المال إذا ذهب إلى القبر ليقسم المال على الورثة، ولا يبقى له في قبره إلا عمله.
يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. القبر، أغلق القبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقف أهله قليلا وانصرفوا، صرت وحدك يا مسكين. اللهم آنس وحشتنا يا أرحم الراحمين. القبر، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم بسند حسن. فقيل له: تذكر بالجنة والنار فلا تبكي، فإذا وقفت على القبر بكيت؟ فقال عثمان: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه. يا الله، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. أنا أتمنى، أود من كل قلبي لكل من يشعر الآن بقسوة في قلبه وجمود في عينه، أود أن يذهب مع جنازة وأن يتعمد أن ينظر إلى القبر قبل أن يدفن الميت. بالله عليك انظر إلى القبر، بل لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يا من تشعر بقسوة في قلبك وجمود في عينك، زور المقبرة، زور القبر، انظر إلى القبر، انظر إلى مساحته، انظر إلى وحشته، انظر إلى ضيقه، انظر إلى التراب الذي يوجد في قعره وقاعه، ثم بعد ذلك تصور هذا اللبن الذي يوضع على وجهك وعليك بالكلية وعلى التراب الذي يهال عليك، وتبقى وحيدا في هذا المكان الضيق الموحش. القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشق منه. وأود أن أقف وقفة من باب التأصيل العلمي، وأنا مضطر إليها، وإلا لوددت أن أواصل الحديث بهذه النبرة وبهذه الكلمات الرقراقة الرقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح لأخاطب القلوب، لكنني كما ذكرت أنا لا أخاطب القلب فحسب، ولا أخاطب العقل فحسب، وإنما أخاطب قلبك وعقلك في آن، وأخاطب قلبك وعقلك أيتها المسلمة في آن. نعم، بعض الناس وقف أمام القبر ومع القبر وقال بأن ما يذكره العلماء من نعيم في القبر وعذاب أليم في القبر إنما هو مجرد خرافات وخزعبلات، لأن هذا أمر لا يقبله العقل. تزعمون أن القبر يتسع، وتزعمون أن القبر يضيق، وتزعمون أن القبر ينعم صاحبه، هذا أمر لا يستوعبه العقل، بل ولا يصدقه العقل، وأمر ينكره العقل السليم السوي. وأنا لا أقلل من قدر العقل ولا أقلل من شأن العقل، بل أؤكد أن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن يسجد العقل وأن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين. نور الوحي لا يطمس نور العقل، بل لقد زكى الله العقل في القرآن وبين كرامة العقل ومكانة العقل. أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا، انظروا بعقولكم وقلوبكم كيف بدأ الخلق، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. خطاب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول النيرة.
ما أعظم العقل وما أشرف العقل وما أكرم العقل، بشرط ألا يتعدى العقل دوره، وألا يتخطى العقل حده، وألا يتجاوز العقل قدره، وأن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين. مستحيل أن يتعرف العقل على حقائق الوحي أو على هذه الحقائق الكبيرة بغير الوحي. أنا أسأل إخواني وأخواتي، من صاحب أزكى وأشرف وأطهر عقل عرفته الأرض؟ إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك لم يستطع سيدنا رسول الله بعقله الأزهر الأصفى الأنور أن يتعرف على حقائق الإيمان وحقائق الكتاب إلا بعد وحي الله عز وجل له. أنت بتقول الكلام ده إزاي؟ الرسول نفسه ما عرفش بعقله إلا بعد نزول وحي. أيوة، قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. يا الله، لنبينا الله يقول له: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى الرسول نفسه بعقله الأصفى، بعقله الأزهر، بعقله الأنور، بعقله الشريف، لم يستطع قبل الوحي أن يتعرف على حقائق الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعقل له مجاله، فليبدع في مجاله، فليبدع في مجاله. وما أحوجنا إلى أن تبدع العقول في ميادينها الآن. أما أن يجعل العقل من نفسه وأن نجعل نحن من العقل حاكما على دين الله تبارك وتعالى، والله لتحول الدين إلى ألعوبة بين عقول البشر. وإلا فأنا أسألك: أي دين هذا الذي سنقبله؟ الدين الذي يقره عقلك أنت، أم الدين الذي يقره عقلي أنا، أم الدين الذي يقره عقل فلان أو عقل فلان؟ أي دين؟ يقول علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. السنة إن أردت أن تمسح على الخفين أنك تمسح على ظهر الخفين، لا تمسح على الباطن الذي تطأ به الأرض. فلو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه، لكن الدين تكليف وتشريع. ليس معنى ذلك أن نلغي العقول، فلنتدبر بعقولنا أوامر ربنا، فلنتدبر بعقولنا أوامر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا لا أقلل من قدر العقل ولا من شأن العقل، وإلا فلو تحدى العقل نور الوحي وانحرف العقل عن المنهج النبوي المحمدي أو عن منهج الرسل بصفة عامة، والله الذي لا إله غيره سيغرق في مستنقع الرذيلة، في مستنقع الرذيلة، وفي مستنقع الضلال والهوى. يا سادة، هذا عقل يعبد البقرة، وهذا عقل يعبد الفئران. هل تصدق أن البقرة في عصر الذرة، في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت، لا زالت إلها تعبد من دون الله جل وعلا؟ هل تصدق أن الفئران في عصر الذرة، في عصر الفضائيات والإنترنت، تعبد في المعابد الفخمة الضخمة من دون الله جل وعلا؟ عقل يعبد البقرة، وعقل يعبد الفئران، وعقل يعبد عضو الذكورة عند الرجل وعضو الأنوثة عند المرأة، وعقل يعبد الأشخاص. عبد عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعبد العزير، وعقل يقتل ابنته وهي حية خشية الفقر والعار، وعقل يدافع عن مصارعة الثيران، وعقل يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، وعقل يبيد، لا أقول بيوتا، بل يبيد دولا وأمما عبر الصواريخ والقاذفات والطائرات والراجمات والدبابات باسم الحرية والديمقراطية. عقل يقول صاحبه: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهني،
سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. عقل يقول صاحبه وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. عقل يقول صاحبه لا يعبد لا بأنه لا يعبد الله ولا يعبد الشيطان، ثم يقول كلاهما جدار يغلق له عينه، فهل يبدل جدارا بجدار؟ عقل تقول صاحبته حتى التوحيد قد ظلم المرأة. قيل لها كيف ذلك؟ فقالت كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ هذه عقول يا سادة، هذه عقول يا سادة، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. أنت مبصر وأنا مبصر، لكن هل نرى في الظلام؟ لا، لا نرى شيئا في الظلام، مع أنك تملك حاسة الإبصار. لابد من نور لكي ترى، لابد لعقلك من نور النبوة ليبصر هذا العقل الحق على حقيقته، وإلا لظل غارقا في الضلال والظلام. عقول تبدع في جانب الدنيا لا أنكر إبداعها، لكن انظر إليها في جانب العقيدة والأخلاق في الوحل والطين بلا منازع. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلف، علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفاء؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، بالعليم ولا بالعاقل؟ فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. أنا لا أقلل من قدر العقل ولا من قيمة العقل ولا من مكانة العقل، ولكن يجب على العقل أن يعرف قدره وأن لا يجعل من نفسه حاكما على دين الله سبحانه وتعالى. فما أقبله هذا العقل نقره، وما أرفضه هذا العقل لا نقره، يصير الدين ألعوبة بين عقول البشر. وإلا فالدين قال الله قال رسوله، أما العقل فلنعمل العقل في فهم الدين، في تدبر آيات القرآن الكريم، في تدبر كلام سيد النبيين وإمام المرسلين. فليبدع العقل في مجالات الدنيا، وما أحوجنا الآن إلى هذا الإبداع في أمة تقتل كثيرا من المبدعين والموهوبين. فهذا أصل لا بد منه في قضية عذاب القبر ونعيمه، حتى لا نحكم على دين الله تبارك وتعالى بعقولنا. ثم الأصل الثاني، يقولون لم يثبت عذاب القبر في القرآن الكريم، حتى وإن ورد في السنة
يكفي فقط أن نأخذ ما في القرآن، شنشنة خطيرة جدا بل في منتهى الخطورة. وربما يستدلون على ذلك بقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا حق، قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما أن يقال بأننا لسنا في حاجة إلى السنة وإنما فقط نكتفي بالقرآن الكريم، فهذا خطر عظيم. فبنص القرآن الكريم قال رب العالمين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هل نسي هؤلاء أن الله لم ينزل وحيا واحدة وإنما أنزل وحيين هما القرآن والسنة؟ تدبروا هذا أيها الأفاضل، أخاطب الأمة كلها في أنحاء الأرض، الله جل وعلا أنزل وحيين كريمين القرآن والسنة، وبنص القرآن أنت مأمور أيها الحبيب اللبيب بالأخذ بسنة النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بل لقد حسم القرآن هذه المسألة فقال جل جلاله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آيات كثيرة، بل لقد قال ربنا جل وعلا عن نبينا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ألا وهي القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتابة يعني القرآن والحكمة يعني السنة. قال الله عز وجل لنساء رسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمراد بآيات الله القرآن، والمراد بالحكمة باتفاق أهل السنة هي السنة، الحكمة هي السنة. فهذه شنشنة خطيرة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أكرر إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أو حد يقول القرآن فقط؟ مستحيل، مستحيل تستوعب القرآن بدون سنة من أنزل الله عليه القرآن، لابد أن ترجع إلى السنة. صحيح من حقك أن تتثبت هل هذا الحديث صحيح أم لا، من حقك أن تتثبت، بل يجب علينا أن نتثبت، لأن من كذب على النبي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال
حدثوا بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيجب علينا أن نتثبت من صحة الأحاديث المنسوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن ثبتت صحة الحديث بالقواعد التي وضعها العلماء المتخصصون والجهابذة النقاد والصيارفة الحذاق من علماء الحديث، وجب علينا أن نسلم وأن نقبل حديث رسول الله سواء استوعب الحديث عقلي أو لم يستوعب أو لم يستوعب. يعني إن استوعب العقل حديث رسول الله أقبله أو أقبله، وإن لم يستوعب عقلي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرد الحديث. شنشنة في غاية الخطورة. قال ابن القيم، وهذا من أنفس ما ستستمع إليه الليلة، قال ابن القيم الله دره: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. خلي بالك من التأصيل العلمي ده. والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول، وكلاهما صحيح في اللغة. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، هذا كلام في غاية الأهمية، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. وأنا ما خرجت عن القبر، أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النيران. إنما أنا أؤصل الآن لمن ينكر نعيم القبر وعذابه، ولمن يتصور أن نعيم وعذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات، إلى هذه الكلمات الخطيرة. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. يعني إيه؟ يعني يأمر القرآن بالصلاة بالصيام بالزكاة بالحج، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى آخره. فتأتي السنة لتؤكد ولتأمر بما أمر به القرآن، فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن. فيقول صاحب السنة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فيأمر بما أمر به القرآن، فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن. جميل، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة ومفسرة ومفصلة لما أجمله القرآن. يعني يقول الحق تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة. كيف أصلي؟ كيف أقيم الصلاة؟ افتح القرآن واستخرج لي الآن من القرآن الكريم كله آية واحدة تخبرنا بأن الظهر أربع ركعات. هيا استخرج لي من القرآن أركان الحج، مبطلات الصلاة، مقادير الزكاة، إلى آخره. مستحيل. يأتي القرآن فيأمر بالأمر المجمل وأقيموا الصلاة، فيأتي صاحب السنة ويصلي أمام أصحابه ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يأمر القرآن وأتم الحج والعمرة لله، فيحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤدي المناسك كاملة أمام أصحابه، ويقول للصحابة وللأمة من بعدهم: خذوا عني مناسككم، عليه الصلاة والسلام. فالسنة تفسر وتفصل ما أجمله القرآن الكريم. كلام جميل. الوجه الثالث، وهو من أهم أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. يا الله، الرسول هنا يشرع، يشرع لأنه لا ينطق عن الهوى. أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. ففي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك: ألا إني أوتيت الكتاب، يعني إيه؟
أيوة صح، يعني القرآن. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ومثله معه يعني السنة. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، يعني كفاية القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. اسمع النبي يقول إيه؟ ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ في الصحيح إلا لمن عرفها، ثم قال فإنما حرم الله كما حرم رسوله. الله، كلام غالي. رحم الله ابن القيم، تأصل في غاية الأهمية. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب تضافر الأدلة في الباب الواحد. الوجه الثاني: أن تكون السنة مفسرة ومفصلة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم. الوجه الثالث: أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. تعال بقى بعد الأصلين دول نتكلم عن قضية عذاب القبر ونعيمه. سنتعمد أن أؤصل هذه الأصول العلمية المهمة لأنني أخاطب العقل والقلب في آن واحد. أقول لك أخي الحبيب وأختي الكريمة، حياة القبر تسمى بحياة البرزخ، وحياة البرزخ لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا أصل ثالث في حلقة الليلة في غاية الأهمية. إيه البرزخ دي؟ بعد الموت حياة تانية، دار ثانية، وأفصل دلوقتي، دار أخرى. الحياة في هذه الدار تختلف تماما عن حياتنا في دار الدنيا. لا يعلم حقيقة دار البرزخ ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ. تدبر الآية: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال ابن القيم: إن الله تعالى قد خلق الدور ثلاثا. خلي بالك ده تأصيل في غاية الأهمية، أنا لازلت أخاطب عقلك وقلبك معا. إن الله تعالى خلق الدور ثلاثا، وهي عد معايا: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، الجنة أو النار. لا، تاني ماشي بالراحة. دار الدنيا تعرفها، نعرفها جميعا. بعد الدنيا ايه؟ دار البرزخ، بمجرد ما يموت الانسان ويدفن في قبره ينتقل الى الدار الثانية بعد دار الدنيا، الا وهي داره البرزخ. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، يعني الى يوم القيامة. كلام جميل. طب والدار الثالثة؟ دار القرار، اما جنة واما نار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. تاني: الدور، دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. خلي بالك من التأصيل ده عشان لما تستوعبه
ستزول عنك كل الإشكالات التي ستسأل عنها الآن. اسمع بيقول إيه ابن القيم رحمه الله: وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. يا سلام، ده كلام غالي قوي. تاني: وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان، تصلي بالبدن وتتأثر الروح، تصوم بالبدن وتزكو الروح والنفس، تحج بالبدن وتزكو الروح والنفس، تتصدق بالبدن وتزكو الروح والنفس. جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. خلاص اتحل الإشكال. انحل الإشكال، هتسألني بعد كده تقول لي: من مات غريقا كيف يعذب أو ينعم؟ من مات حريقا كيف يعذب أو ينعم؟ أقول لك: لقد جعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح. ما هي الروح؟ صلبة كالحديد، سائلة كالماء، غازية كالدخان. ويسألونك عن الروح قل: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا يعرف كنها الروح بشر، لا يعرف حقيقة الروح أحد، ولا زال العلم الحديث مع ما وصل إليه في عصر الذرة عاجزا عن معرفة كنه الروح. وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. الروح تنعم، الروح تعذب، والبدن تابع للروح في النعيم أو في العذاب الأليم. إذن من مات حريقا، من مات غريقا، من صعقته الكهرباء، من أكلته الأسماك، من احترق، يناله نصيبه من عذاب البرزخ، من عذاب البرزخ. ما تحكمش بقى العقل في الحفرة الضيقة التي ترى، تقول أنا لم أرى الحفرة اتسعت ولم أراها ضاقت. يا أخي، الأصل الرابع في غاية الأهمية الليلة: إن سر المسألة وسر المسألة بأن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقة ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقة ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. أنت تكون أحيانا في صحراء مترامية، أو تكون في قصر شاسع وقد هيئ بأفخم الأثاث، ومع ذلك تستشعر فعلا أنك تختنق، وأن المكان من حولك يضيق عليك، وكأن روحك أو نفسك يخرج من ثقب إبرة. ما منا إلا واستشعر هذا. هذا أمر في الدنيا، فما يحدث في عالم البرزخ أعجب. فنور القبر يختلف عن نور الدنيا، ونار القبر تختلف عن نار الدنيا، وسعة القبر تختلف عن سعة الدنيا، وضيق القبر يختلف عن ضيق الدنيا. وسر المسألة بأن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. وضرب ابن القيم مثالا رائعا، قال: ينام الرجلان في فراش واحد، في فراش واحد، في حجرة واحدة، وفي وقت واحد، فيستيقظ الأول وعليه آثار النعيم، ويجلس وقد تهلل وجهه وانشرحت أساريره، وهو يقص عليك رؤيا من أجمل ما رأت عينه. يخبرك مثلا يقول: لقد كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وربما يقول: لقد رأيتني في الجنة ورأيت كذا ورأيت كذا. الله أكبر، ويبدو عليه أثر هذا النعيم الذي كان يراه في الرؤيا من لحظات. والآخر يصرخ ويتألم ويتضجر في الفراش، ويستيقظ وأثار العذاب بادية عليه، على وجهه، بل وربما على جسده، ويقول لك بأنه كان في كابوس يحطم أضلاعه
ويخنق أنفاسه، وكان يصرخ ولكنه لا يستطيع أن يسمع أحدا لينتشل من هذا الكابوس. كلنا يعلم هذا وكلنا يعرف هذا. الشاهد الأول كان في نعيم وروحه في نعيم، بل إلى الجنة، صعدت إلى الجنة ورأى وهو في فراشه، لم يتغير ولم يتحرك ولم ينتقل، ولم يشعر بأخيه الذي كان في عذاب إلى جواره، وأخوه هذا لم يشعر بما كان يحياه الأول من نعيم. هذا يحدث في الدنيا، فما ظنك بما يحدث في حياة البرزخ؟ أتصور بهذا أنني أشبعت عقلك، أعتقد أنني خاطبت عقلك لتعلم يقينا أن الأمر لا ينكره عقل العقلاء، فضلا عن الأدلة من كتاب رب الأرض والسماء، والأدلة من كلام إمام الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء. والله لو لم أحدثك بمثل ما ذكرت الليلة، وذكرت لك آية واحدة من كتاب الله وحديثا واحدا صحيحا من أحاديث الصادق رسول الله، لوجب عليك أيها الحبيب اللبيب أن تقول ما قاله المؤمنون الأولون الصادقون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لكنني تعمدت أن أخاطب كل العقول وكل القلوب، وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يحرك العقول والقلوب في آن بالتوبة والأوبة إليه، بالعمل لهذه الحفرة الضيقة، وأسأل الله أن يجعلها علينا وعليكم نعيمة، وأن ينجينا وإياكم من عذابها ومن عذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بتقول لي عاوز آية من القرآن؟ حاضر يا سيدي، حاضر. عاوز دليل من القرآن؟ ماشي، أقدم لك دليلا من القرآن. قال الله عز وجل في آية صريحة واضحة: اتفق علماء أهل السنة، خلي بالك أنا بقول إيه، اتفق علماء أهل السنة على أن هذه الآية في عذاب القبر، بل لقد ترجم إمام الدنيا في الحديث صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، ألا وهو الإمام البخاري، في كتاب الجنائز من صحيحه قال: باب ما جاء في عذاب القبر. أظن الترجمة وحدها تكفي، ولذلك يقول علماؤنا: فقه البخاري في ترجمة، فقه البخاري في ترجمة. يعني إيه؟ يعني الترجمة وحدها مليئة بالفقه. باب ما جاء في عذاب القبر، خلاص أثبت هذه الحقيقة في هذه الترجمة البليغة، وذكر الآيات الكريمة من كتاب الله والأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ معي وتدبر معي قول الله تعالى في سورة غافر في شأن آل فرعون، اسمع: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. عاوزك تتعرف على سوء العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا الله، اللهم أحي قلوبنا وطهر عقولنا وزك نفوسنا يا أرحم الراحمين. عاوز تسمع الآية تاني؟ الآية صريحة واضحة جدا. فلقد ذكر الله في الآية عذابين، ذكر الله في الآية عذابين: عذاب البرزخ وعذاب الآخرة. ذكر الله عز وجل في الآية عذابين: عذاب البرزخ وعذاب الآخرة. قال جل جلاله: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح والمساء. طيب خلاص، ده فين؟ في البرزخ، بدليل قول الله تبارك وتعالى بعدها في نفس الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
أظن الآية واضحة جدا والله في غاية الوضوح. القضية مش في الدليل يا أخوانا، ما أكثر الأدلة وما أنصعها وما أروعها، قضية هنا في القلب، لأن الهوى لا يدفعه الدليل، الهوى لا يدفع بالأدلة، ولو كانت كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، الهوى لا يدفع بالدليل ولكن يدفع بتقوى الملك الجليل تبارك وتعالى. الهوى ملك ظلوم غشوم يطمس نور العقل ويطمس نور البصر ويطمس نور البصيرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ماذا قال؟ هذا نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نجانا الله وإياكم من عذاب القبر، وجعلنا الله وإياكم من أهل النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.